ربنا وإلهنا اللي أعطانا كنيسة مقدسة. إحنا كنا كنيسة نؤمن بمسيح واحد خلاص واحد. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج آية وحقيقة، وآية اليوم هي من سفر المزامير التي تقول: طوبى لمن لا يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخاطئين لا يقف، وفي مجلس المستهزئين لا يجلس، بل في شريعة الرب مسرته يلهج بها نهارا وليلا. المزمور الأول من الآية الأولى إلى الثانية. أكيد في هذا المزمور هناك تصوير ووصف حقيقي لحياة المؤمن الروحية، وهي أنه أول شيء يبدي به هو الطوبة. والطوبة ترجعنا أكيد تخلينا نتأمل في تطويبات يسوع المسيح، من يبدي طوبة لصانع السلام، طوبة للودعاء بالروح. هذه الطوبة مهمة جدا، أنه هي ليست السعادة الأرضية بل هي الفرح الداخلي وأنت تعيش على الأرض، يعني وكأنه تستحضر السماء وأنت تعيش على هذه الأرض. وأكيد هنا بالمزمور الأول مهم جدا أنه نعرف بأن هناك ثلاث خطوات للوقوع في الخطيئة، وهي نفسها الثلاث خطوات للدخول الملكوت. ما هي؟ أولا يقول كاتب المزامير بأنه طوبى لمن لا يسلك في مشورة الأشرار. يسلك في مشورة بالمعنى اللي يفكر بأفكار شريرة. احنا نعرف كل زين، نحن أكو أصدقاء جيدين وأكو أصدقاء سوء، ومرات كثيرة أصدقاء السوء يوفرون أفكار للأسف الشديد هي مهلكة. ولكن أنه مو هي هذه الخطوة المهمة، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي: وفي طريق الخطأ لا يقف. بالمعنى هنا مو فقط أنه تتبنى مشورة الأشرار، ولكن أيضا تقف في طريق الخطأ. بالمعنى الوقوف بالمعنى أنه بديت تميل. الميلان الداخلي هو معنى أنه بديت أستوعب كلامهم، وبدت هاي كلماتهم شيء تضرب جذورها في داخلي. أما الحركة الثالثة والفعل الثالث اللي استخدمها المزمور الأول هو في مجلس الساخرين والمستهزئين لا يجلس. بالمعنى أنت اليوم إذا جلست في مجلس، وخلينا نقول في تعزية ما أو في زيارة عائلة ما، ومستهزئين، ما معنى مستهزئين؟ معنى يمكن هم اليوم يشوفون بأن الكنيسة حالها مو زين، يتكلمون عن رجال الدين، يتكلمون عن الناس وأن الناس كلها سقطت بالخطيئة، ودائما طرحهم هو طرح شيطاني، طرح سلبي. ما عندهم شيء اسمه هللويا، ما عندهم شيء اسمه فرح الرب، ولكن دائما أي شخص يستهزئون به ودائما يحطمون من معنوياته. وإحنا كمجتمع مرات نكره، للأسف الشديد نكره الناس الناجحين ونبدي نحكي عليهم. فإذا هنا هل ثلاث كيانات اللي هم الأشرار والخطأ والمستهزئين، هذول الثلاث إمكانيات راح يسقطوك بالخطيئة. ليش؟ إذا سمعت لهم، إذا سلكت بمشورتهم، إذا وقفت وياهم، إذا جلست في مجلسهم. أما لما يقول الكاتب بالمزامير يقول طوبى لمن لا، بالمعنى هذه اللا مهمة جدا أخوتي وأخواتي، هي الانضباط الروحي. يعني أنا اليوم من أصوم أقول لا للطعام، لا للخطيئة، أبدي أشتغل على مراحل شنو الحياة الروحية الحقيقية، من أقول لا للشيطان، لا للخطيئة، لا للكلام عن الناس، لا لتشويه السمع. هاي اللا مقدسة. فاليوم في المزامير نشوف هاي اللا مقدسة. لا يسلك في مشورة الأشرار، لا يجلس في مجلس المستهزئين، لا يقف. فإحنا اليوم هاي اللا تعبر لنا عن انضباط الروحي. يعني إنسان منضبط روحيا راح أكون. ليش؟ عندي وقت لله، عندي صلاة، عندي صوم، عندي تعاطي بأسرار الكنيسة، عندي كلمة الله اللي تغنيني. هاي كلها لا أضيعها. ولهذا نشوف في نهاية في الآية المقبلة إيش راح يقول: بل في شريعة الرب مسرته. يعني فرحك وين أخي أختي المؤمنين؟ فرحك وين؟ هو فرحك بكلمة الله، شريعة الله. ما هي أنه ده يقصد شريعة موسى، لا، شريعة الله يعني كل شيء الله سوى لك إياه بحياتك. انطاك هالعائلة، انطاك هالأولاد، انطاك هالزوجة، انطاك هالإمكانية أنه تحضر لحياتك، أنه يكون عندك مواهب داخلية. ولكن المشكلة كبيرة أنك أنت مو مسرتك بشريعة الله، هنا راح توقع في مجلس المستهزئين وتبدي تختبر غمار الخطية. فإذا هنا
تكون مسرتك وين؟ هي في شريعة الله، تلهج بها ليلا ونهارا. ليلا ونهارا مهمة جدا إخوتي وأخواتي، أنه ما دي يقصد ليل ونهار هالعالم، وإنما دي يقصد كل شيء ونقيضة، يعني في المرض وفي الصحة، في الحرب والسلام، في وقت اللا أمانة وفي وقت الأمانة، بالحب، بالزواج، كل واقع شيء ونقيضة. اليوم أنت مهم أنك تفكر بالمزمور الأول، بأنه هذا يخلي لك خارطة الطريق حتى تعرف يا هو الطريق اللي تسلك، طريق إلى السماء أم الطريق الأرضي، والطريق اللي بيه أصدقاء السوء، والطريق اللي يخلوك توقع بيه وتتمرغ في تراب الخطيئة. اتذكر كل الزين أن يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. فإذا إذا تختار طريق يسوع فأنت بالتأكيد راح تنال المكافأة الأبدية أن تكون في الملكوت. أما أن تختار هذا العالم فأمير العالم هو الشيطان، راح يوفر لك كل الإمكانيات حتى توقع بالخطيئة. القرار هو قرارك أخي وأختي الأعزاء، أن تفكرون بالانضباط الروحي، أن تكونون واحد مع المسيح، لا يشذ إيمانكم أكيد، ولا ينحرف عن جادة الطريق، لأن طريقك هو المسيح، طريقك هو الحياة الأبدية. نلتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم إن شاء الله. إحنا معتمدين على يسوع المسيح ربنا وإلهنا، اللي أعطانا كنيسة مقدسة. إحنا كنا كنيسة نؤمن بمسيح واحد، خلاص واحد.